الحكاية ذا نعانوا في التهميش عنا أكثر من 60 سنة، حكومة ورا حكومة، حكومة ورا حكومة، ما شفنا حتى شيء. حتى كي صارت الثورة قلنا تيتصلح الحي، تو شو مسؤولين جدد، نفس النظام بالنسبة لمعتمدية القزر وحي عمر بن سليمان، يعاملوا فيه معاملة خاصة. من السيد معتمد تاع القزر ذا لا نعرفوه، لا يجينا، لا يدور بينا، ما ولد عمي رانا في عزلة تامة. فيكم تبلغوا صوتنا، السيد رئيس الحكومة يجي يشوف لنا حل فالمعاناة اللي قاعدين نعانوا فيها. ولد عمي راهي مطالبنا مشروعة، ما هياش مطالب تعجيزية، مطالب مشروعة. احنا هينا، ما التطهير ما عندناش، الكياسات، كل شيء ما عندناش، أي نوع تاع حكاية ما عندناش، مستحقرين في كل شيء. جانا مرة سيد الوالي وعمل طلة وشاف الحالة ومشى وعدونا باش يعطونا تطهير ويعطونا كياس الواحد، لها عام الحكاية تو ما تم حتى شيء. لأن أول حاجة كار باش ندخل سلامة كي تسبل المطر ما نلقوش فيها ينحاز ولا هنا ولا في الليسين تاع الاسم حسين، نسيت حتى الاسم نتاعو الليسين، لا لا يتحاز ما يلقوش القنطرة حلقوم تاع ماء نخرجوا عليه الناس كل، لا مستوى لا بوست لا كياس لا حتى حاجه. مطر بدر معناها الشباب كله ضايع، بشهيده ضايع، لا من يخدم لا من كسبوا حتى شيء في المنطقه، حتى تجي ميزانيات تصب لهنا يمشي تمشي بلايص اخرى يتحول لا اكثر ولا اقل. وهذا ما هذا ما نحن ما نحبوش الشيء ذا لبلادنا يصير، وما نحبوش حتى مسؤول يجي كيك يتمسخ في جرتنا ولا في، نحبوا كيما الناس.